مرحبا بحضرتك على شاشة دي ام سي. دعنا نتحدث عن أهمية هذه القمة المصرية الفرنسية على مختلف الأصعدة، بالتأكيد لها شق سياسي شق آخر اقتصادي هام. طبعا الشقين مهمين جدا، على الشق السياسي طبعا العلاقات المصريه الفرنسيه علاقات هامه جدا، التنسيق ما بين مصر والدول الاوروبيه وعلى راسها طبعا في القاره الاوروبيه فرنسا والمانيا امر مهم جدا للدوله المصريه، والحقيقه ده بيعكس عمق العلاقات وقوتها، وانه وصول مصر والتحسن المناخ السياسي بالنسبه لمصر بدرجه كبيره جدا، وعمق العلاقات ما بين مصر والدول الاوروبيه. من الناحيه الاقتصاديه طبعا انه في تعاون كبير في مجالات كثيره مع فرنسا، حجم الاستثمارات الفرنسيه الموجوده في مصر، حجم التبادل التجاري كبير جدا ما بين الدولتين بيقترب من 2 مليار دولار، الشركات الفرنسيه ليها استثمارات في مصر تتخطى ال 4 مليار دولار، في فرص كثيره للاستثمار من الشركات الفرنسيه في مصر، في شركات عايزه تتوسع وفي شركات جديده عايزه تيجي، وفي برضو في مجالات مختلفه بيبقى في دايما دعم فني ودعم من ناحيه الحاجات اللي بنكتسبها او بنحصل عليها من فرنسا، بتبقى في غاية الأهمية في مجال النقل والطيران ومجالات كثيرة أخرى مثل الطاقة الجديدة المتجددة وغيره. الحاجة الثانية طبعا أنه مصر مع الإصلاح الاقتصادي اللي بيتم والتطور اللي بيحصل والتحسن اللي بيحصل في الأرقام الكلية الاقتصادي المصري، ده برضو بيعكس لدول كثيرة. احنا كنا لسه راجعين من واشنطن من اجتماعات الصندوق، والحقيقة البرنامج الإصلاح يعني بيلقى الكثير من الدعم والتقدير الكبير جدا اللي لمسناه، اللي هو الحقيقة فاق المرة دي توقعاتنا بشكل كبير جدا، وبيعكس مدى أهمية مصر كدولة من الناحية الاقتصادية كدولة محورية، وكمان التحسن اللي بيحصل فيه على الأرض كمان من يعني بيثير بشكل طيب جدا، وده بيمنح المستثمرين وبيمنح الدول يعني الكبيرة زي فرنسا وغيرها القدر من الكبير من الثقة في الاستعداد الاقتصادية والفرص النمو بالنسبة للاقتصاد المصري، لأنه الاقتصاد المصري عنده فرص إن هو ينمو بنسب كبيرة في السنوات القادمة، وده بيدي فرصة للشركات الفرنسية اللي هي ممكن تيجي تستثمر في مصر.